بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو القصير راح نشوفوا وش هما أسرار لابليكاسيون بريدي موب اللي أصدرتها وزارة البريد والمواصلات مؤخرا، وش هما بزاف فيكم اللي سقسي لابليكاسيون هذه شحال تنحي لي شاك موا ولا شاك اني ولا شاك جور، وبزاف فيكم اللي سقسي السؤال المطروح، يعني السؤال البرانسيبال المطروح اللي هو أساسي، اللي هو الفيرمون شحال ينحي لي صورت. هذو كامل انا سييتهم وجربتهم انا قبل ما نحكي معاكم، وديت خبره بيان سور، لانه حاجه جديده الناس خاب بيان سور. انا راح نحيكم الخوف كامل وراح نقول لكم باللي راني سييت انا لابليكاسيون هذه ودرج بها فيرمو. بالمناسبه اللي فاتوا كيفاش نسجل في لابليكاسيون هذه، كيفاش نستفيد منها، راهو لي دو ليان راهو جوست تحت الفيديو هذا. علاه دو ليان؟ لانه فيهم زوج مراحل، المرحله الاولى كيفاش تسجل في البي سي في السيستم، والمرحله الثانيه كيفاش تنستالي لابليكاسيون بريدي موب، وكيفاش تسجل اترافير لابليكاسيون هذه. داكور، صح. ان السر الاول او الطريف الاول ربما ما يعرفوه كامل، اللي هي شحال تنحي لي شاك موا. لابليكاسيون هذه راهي تنحي لي 50 دينار شاك موا، 5000 كل شهر. 5000 هذه واش نستفيد منها؟ نستفيد من خدمات. دوك نشوفوا الخدمات واش تعطينا هذه لابليكاسيون. داكور، وحده بوحده جماعه. اول حاجه الخدمه الاولى اللي توفرها لي لابليكاسيون هذه، اللي هي البلوكاج اي لو ديبلوكاج دو لا كارت اي لو كونت المام. واش معناتها؟ باغ اكزومبل نتايا لا كارت الذهبيه تاعك لا قدر الله تودرت لك ولا لا قدر الله سرقت لك، هنايا واش دير؟ دير بلوكاج دو لا كارت، معناتها واحد ما يقدر يستعملها لك. يعني ما تسالش انك لازم تعيط ل 15 30 باش تقول لهم باللي راهي لا كارت تاعك تودرت لي باش يبلوكيوها لك ولا كلش. انت تقدر تبلوكي لا كارت تاعك وتقدر تعاود ديبلوكيها في اي وقت ما تحب. هذه خدمه جديده ومليحه وانا نسحبها، يعني صراحه الحمد لله. عاد كل شيء سيكيوريزي، عاد كل شيء باين، عاد كل شيء شفافيه. ولو كونت ثاني في حد ذاته تقدر ما دير بلوكاج لو كونت تاعك. باغ اكزومبل ثاني واحد مسافر على ليترونجي يقدر يبلوكي لا كارت، ما يحتاجهاش يبلوكيها، من بعد يعاود يروح البلاد يعاود يبلوكيها. صح، هذه الخدمه الاولى. خدمه ثانيه عندك افوار ايميديا اي اجور. واش معناتها؟ معناتها لو كان دير فيرمو ولا فيرسمو في لو مومون هذاك تعاود تحل لابليكاسيون تاعك ودير لافوار، راح تلقى السولد نتاعك جديد اجور وباطل، لان 5000 هذيك راهي داخله في الخدمه هذه. يعني نحكي لكم باللي 5000 هذه السيكون دينا هذه هاو شنو نستفيد من الخدمات. معناتها دير افوار، دير مليار خطره في النهار تبقى لك 5000 فراك شاك مو. عفوا. ايضا تستفيد من رولوفي كونت. كاينه حاجه ثاني، خدمه جديده وحده اخرى ثاني دارتها دارها في الابليكاسيون هذه ثاني عجبتني هنايا، اللي هي لوكاليزاسيون جي بي اس. واش معناتها؟ معناتها نتايا باغ اكزومبل سافرت رحت ولايه ما تعرفش لي غيشي وين جاو، جوست دير لابليكاسيون تستفيد من تدخل لوكاليزاسيون جي بي اس وتشوف البلاصه اللي راك فيها واش من اقرب غيشي ليك نتايا بالنسبه للبلاصه اللي راك فيها بالنسبه للموقع اللي راك فيه. هذه ثاني حاجه يعني عجبتني، ستو الناس تسافر بزاف ولا تحرك بزاف. فوالا، لي حوس ثاني على البراتيك راني درته في اللوليان تاع الفيديو الثاني باش نتفاهم. فوالا، والخدمه الاخيره ولا اللي مدارين على جالها لابليكاسيون هذه، درت على جالها انا لابليكاسيون هذه صراحكم، اللي هي الفيرمو دو كونتا كونت. انا عجبتني درنيرمون، درت فيرمو لواحد صاحبي وانا في داري، فرسيت 4 ملايين. تقدروا تشوفوا ثاني الفيرسمون اللي درتو في الفيديو تاع لوليان ثاني. عجبتني لابليكاسيون هذه، درت فيرمو يعني ما شاء الله. بصح السؤال مطروح دركا، لانه الفيرمو كي دير فيرمو قداش تنحي لي؟ بون، انا جبت لكم الخبر انه لابليكاسيون هذه انه كي دير فيرمو تنحي لك كيما دير في بور لو مومون، تنحي لك كيما تروح دير فيرمو في الكيشي. باغ اكزومبل واحد درت كيشي بعت لواحد 4 ملايين تنحي لك لو ميم. صح، كيفاش الحساب نتاعها جماعه؟ الحساب تاعها راه ساهل طول. صح، واش عندنا هنايا؟ هو واش قالوا لي؟ شاك 5000 دينار عندك طريف ينحو لك طريف تاع 30 دينار 3000 فرانك. صح، لو كان فرسينا 4 ملايين وهي واش فيها؟ كين جا كين تتبعوني مليح، كين ديطايوها، عندنا 12 دينار بليس 18. 12 راهي ملتيبلي بار 5000 دينار هذوك لي ملتيبلي، مستدير مثلا 4 ملايين شحال عندنا 5000 دينار؟ عندنا 2 4 6 8، عندنا 8000 دينار. نحسبوها حساب تاع دراري باش 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 نفهموها بيان باش تعود ساهله. عندنا 4 ملايين شحال عندنا 5000 دينار فيها 2 4 6 8، معناتها 8 في 12 هكذا
9600 ونزيدوا لها 18 دينار، هذيك هذه فيكسي ديما تزيدها. شحال عندك؟ عندك 11400 فراك، هذه كتفرسي 4 ملايين. وقيس نتايا واش معناتها؟ معناتها لو كان زيد 100 فراك فوق 5000 دينار راح تحسب لك 5000 دينار ثانيه. واش معناتها؟ معناتها لو كان تفرسي باغ اكزومبل 510000 مثلا، 510000 510000 فيها زوج 500، معناتها شحال عندك؟ عندك عندك 12 ها، عندك 12 فوا 2 فوا 2 ايوا بلس 18 داكور. لو كان تفرسي مليون، مليون ثاني فعندنا زوج، عندنا زوج زوج 200000 دينار فوا 2 كيف كيف فوا 2 اسمحوا لي 12 فوا 2 بلس 18 4200 كيف كيف. كيما اللي فرسي 510000 كيما فرسي مليون، تسمى راك دخلت في 500 ثانيه داكور. نعطيكم مثال هنايا او عندي هنايا، هاي ليكم هنا درت ريسي دو لوبيراسيون فيرسالي واحد شحال 3700 هكذا، شحال نحات لي؟ نحات لي 11400. كيفاش 11400؟ هذه 3700 راهي فيها شحال؟ شحال 500 فيها 8 2 4 6 8، معناتها دخلت 3500. هنا كانوا هنا كانوا 7 7 كما نقولوا 7000 دينار 7 ملتيبلي بار 5000 ونزيدوا لها الثامنه، نزيدوا لها الويتيام، الويتيام اللي هي 200000 هذيك زادها فوق 500، هاي 11400 كيما حسبناها قبيله. هاي وراه عندنا 12 فوا 8 بلس 18، هنا عندك 11400. هاي وراه حساب يا جماعه، باش ما تقولوا يعني كل شيء سهل ان شاء الله باذن الله، كل شيء يخص الاخر فيما يخص هذه الفيرمون. وعندكم اقصى حد ديروا به فيرمون اللي هو 50000 دينار جزائري، 5 ملايين 5 ملايين كنقولوا سنتيم هكذا صح. هذا فيما يخص الاسرار هذو. نتمنى ان شاء الله تكون نكون افدتكم بحوايج ربما كنتوا حاصلين فيها. جيسبر اني نتوقع انه يكون كما نقولوا تجاوب مع الفيديو هذا. كاش ما كان دي كاستيون راح تخلوهم لي في التعليق ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله راح نجاوبكم عليهم. يلا خليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.